صباح الخير عن جديد. أول مقابلة رح نحكي فيها مع دكتور ليا كلاسي عن حملة قامت فيها مع رالف خوري عنوانها باي باي كانسر، اللي هي كرمال يخبروا أو كرمال يمكن يعملوا شوية توعية على مرضى السرطان وخاصة بهذه الفترة الصعبة. معنا بالاستوديو دكتور ليا كلاسي تنحكي معها أكثر عن هذه الحملة. بونجور دكتور. بونجور. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. أول شيء يعطيكم العافية، يعني بلشت الرحلة من 22 أيلول تقريبا وكملتوا فيها وقطعتوا عديد من البلاد والمناطق، واليوم انتهت الرحلة. كنتوا عنا قبل يمكن أنت ورالف حكيتوا عن هذه الحملة، خبرينا اليوم هيك بطريقة عامة شو الهدف منها كان لهذه الحملة وشو بتعني اليوم بوضعنا اللي عم نعيشه؟ أكيد الحملة كان لها هدف، أول شيء نجمع تبرعات كرمال نقدر نكون عم نجيب أدوية لمرضى سرطان البالغين، تحديدا مرضى سرطان الثدي، خاصة أنه كان أكتوبر هو بريست كانسر أويرنس مونث. والفكرة الثانية من المشروع كان توعية على الرياضة، أهمية الرياضة بالوقاية من السرطان وبال أكيد الريمشن وبالعلاج للسرطان. صح؟ نحن كلنا بنعرف أهمية الرياضة، ولكن اليوم كمان حلو نضوي على يمكن الأشياء اللي فينا نعملها كرمال نتفادى إصابة بحي الله نوع من الأمراض وخاصة بس نحكي عن السرطان. مزبوط. هلأ يمكن ذكرت لأنه كان شهر أكتوبر هو التوعية لسرطان الثدي، ولكن ليه اليوم عم نحكي عن هذا المرض بالتحديد وليه هالقد عملنا له أهمية كرمال نكون عم نقوم بهذه الحملة تنضوي عليه؟ لأنه يمكن السرطان مرض منه، مع أنه موجود بكل عائلة أكيد، ما حدا ما بيعرف مريض سرطان، بس يمكن ما بيتضوى عليه كفاية. العالم ما بتعرف قديش أهمية الكشف المبكر للسرطان، ما بتعرف قديش مرضى السرطان بعينه تقدر يكونوا عم بيجيبوا الأدوية تبعهم. قدي الأدوية يمكن بس تجي مساعدات للأدوية، ما بتجي لأدوية السرطان، تجي أدوية ضغط سكري غير قصص، بس ما بتجي لمرضى السرطان. مية مية. فمشان هيك نحن ضوينا هذا الموضوع خاصة بهالأزمة. أكيد كل العالم بتتبرع وبتساعد، بس هيدا الجماعة من العالم هالمرضى ما كتير بتدوى عليهم. واليوم كمان في وضع يمكن استثنائي وطارئ، وعم نشوف كمان فقدان للأدوية بالعديد من المحلات، يمكن كمان حلو نضوي عليهم كرمال نعرف أهمية هذا الموضوع. هلأ رح نحكي شوي كمان، بلشتوا فيها ب 22 أيلول برا، قطعتوا بفرنسا، موناكو، إيطالي، فاتيكان، يونان وتركيا، وب 23 نهار الأحد اللي قطع كنتوا عم بتقوموا كمان من طرابلس. خبرينا أكثر عن الرحلة اللي بلشتوا فيها بهذا بلبنان. بلبنان نحن مزبوط بلشنا بطرابلس، كنا الصبح بكير، كان معنا كذا جروب سايكلينج جروب. نشكر الكل اكيد اللي اجى من طرابلس، في عالم اجت من صيدا تتكون عم بتشاركنا، البايكنج جروب من علي من بيروت، كان في كتير سايكلينج كلبز، نشكرهم فردا اجوا معنا من طرابلس. بعدين كان عنا وقفه بجبال، كمان اجت العالم تجمعت شراكتنا، كل حدا عمل قد ما بيقدر. جانا وقفنا بجوني، كمان كان في جروب عم بيشاركنا دبي، وجانا بالاخر بساحه الشهداء، كان في استقبال بوجود وزير الصحة وأكيد جمعية بربرة النصار اللي هي اللي عم نتبرع نحن نعطيهم المصاري لإلهم، فهن من خلالهم نكون عم نساعد مرضى السرطان. أكيد تحية كتير كبيرة لجمعية بربرة النصار اللي هن كمان دايماً عم بيكونوا يمكن عم ينتبهوا لمرضى السرطان بهدول الأوضاع، ونحن كمان كان عنا مقابلة معهم قبل كرمال يحكوا بهذا الموضوع. يعني قطعتوا بالعديد من المناطق اللبنانية كمان أنت ورالف وجروب كبير من الأشخاص اللي شاركوا، وكيف كان يمكن تلقي لهذا النوع من الحملة كان الأشخاص المشاركين والأشخاص كمان اللي عرفوا فيها أكثر؟ هلأ أكيد العالم كتير يعني شافت شو قطعنا صعوبات يمكن من خلال هذا الشهر اللي كنا قاطعينه، فحبت تكون عم تشاركنا. من بعد هالشهر كل يوم نحن كنا عم ننزل، كنا عم نحط الصعوبات وين مرقنا وين شفنا، نكون عم نحكي، فتحمس يمكن يكونوا عم بيعملوا بارتي شقفة صغيرة من يحسوا بهيدي الاكسبيرينس اللي نحن عشناها، لأنه كمان كان شتي الأحد، يعني يمكن لو مش شتي كان كنت صحات، بلشنا بشتي كتير لشكة لرجع شوي شمست، وحتى ببيروت رجع تشتت. فعيشوا يعني في كذا حدا قلنا أنه نحن عشناها هيدي كم ساعة، أنتو كيف 40 يوم كل يوم كل يوم بسيكلات وطقس مرات كان أصعب بكتير من اللي عشناه الأحد، خاصة لما نحكي مناطق فرنسا، يعني بنعرف الطقس مزود. كمان هونيك قدي مسقية، يمكن تركيا هلأ كمان شوب طقس. هلأ صار شوب كتير تركيا، يعني عشنا لدوز اكستريم 100%. بس اليوم بس نشوف كمان العديد من الأشخاص عم بتشارك، يعني شفنا مش بس أشخاص عم بتحمس يمكن على السوشيال ميديا، ولكن في أشخاص نزلت وعملت معكم كمان بايكينج،
وشفنا كتير يمكن أشخاص مهتمة إن كان من جمعيات إن كان مؤسسات وزارات حتى اهتموا لهيدي الحملة بطريقة معينة. قد ايه بنحس أهمية هيدا الموضوع إن كان كرمال جمع التبرعات وإن كان كمان الأويرنس أو التضوية على هيدا الموضوع؟ صح صح مزبوط، لأنه عن جد مرض السرطان أو السرطان هو بحد ذاته يمكن مش منه شيء كمان كومن أو بيعرفوا عنه العالم كتير، اللي ما عنده حدا قريب ما بيعرف كتير عن السرطان. فهيدي كان كتير أهمية المشروع أنه نكون عم ندوي على هيدي الفئة من المرضى، أنه مرضى السرطان عايزين بحاجة لإلنا، بحاجة لتبرعات، بحاجة لأدوية خاصة لإلها مكلفة أوقات، لأنه كمان خاصة الوزارة عندها أهم هون كمان دور بأنه تكون عم تأمن هالأدوية، مرات ما بتتأمن أو ما بتكون مدعومة. وحتى الأدوية الموجودة كمان مكلفة وعلاجها طويل، فمن هون تجي الأهمية أن نكون عم نضوي على المشروع ونكون كلنا عم نحط إيدنا بإيد بعض لنقدر نكون عم نجمع تبرعات لفئة هيدي الفئة من المرضى. أكيد نحن مثل ما ذكرت يمكن نسمع كانسر ومنخاف كتير، ودائما منقول يمكن الله يبعد هذا المرض أو ما بنحكي عنه كرمال يمكن نقول تمنى ما نعمل أي نوع من هيك الفيل أو شيء، ولكن دائما الأشخاص اللي عندها بالبيت حدا مريض بتصير تتعرف أكتر على هذا المرض، ويمكن بس نعرف كمان معلومات عنه أكتر بنصير عارفين بحال عرفنا فيه أو عرفنا حدا منصاب فيه كيف كمان نتعامل مع هذا الموضوع كرمال ما نكون بحالة هلع أو بحالة خوف وما نفهم شو عم بيصير. وهون أهمية الجمعية بربارة نصار، لأنه هن يمكن الوحيدين بيهتموا بمرضى السرطان البالغين، فهون أهميتهم كمان أنه نكون عم ندوي على الجمعية لحياة لحدا مريض سرطان عايز هيك كمان دعم يكون عم بيقدر يتوجه لإله يكون عم يتلقى المساعدة من عنده. في بالفيديو كمان رالف كان عم بيحكي انه قد ايه صعوبة الاشخاص المريضة بالسرطان يمكن اليوم عم تنزح من بيوتها اللي ما بقى عندهم محل امن او مريح يكونوا موجودين فيه، لانه بنعرف علاج الكانسر كتير صعب والمرضى اوقات يمكن بدهم يقعدوا لحالهم من بعد العلاج، بدهم يكونوا بطريقة يمكن معينة عم بيكون عندهم هيدي الخاصية، واليوم عم نفقد هيدا الموضوع ان كان بمراكز النزوح ان كانوا قاعدين مع اشخاص تانيين. وكان عم بيحكي رالف قد ايه صعوبة كمان هيدي النقطة بالتحديد يعني الشق النفسي كمان من العلاج، فهذه كمان نقطة كتير مهمة ندوي عليها قد ايه أهمية الراحة النفسية للمريض السرطان اللي عم يتلقى العلاج كمان بمساعدته للوصول للحل. مزبوط. هلأ مزبوط صح، المرضى السرطان عايزين عادة يكونوا مثلا بيروح على مستشفى معينة كرمال ياخذوا الشيميو تبعهم مثلا، وفي نوع تاني اللي هو بالأدوية، فالعالم اللي معودة على مستشفى معينة وهلأ نزحت كمان بطلت قدرة تغير توصل المستشفى. صح، غير المستشفى غير يمكن الحكيم، صعب كتير، وهيدي العلاج مثل ما قلت بيوجع جسديا ونفسيا، الشخص بيوقف يمكن حياته لفترة معينة كرمال يقدر يكون عم بياخد هيدا العلاج تيقدر يرجع يكفي من بعده يستعيد نشاطه. فكتير صعب على مريض السرطان يكون عن جد بهاي فترة العلاج، بده دعم معنوي وبده كل التجهيزات اللازمة، بده إحاطة كمان نوعا ما، يعني العالم اللي حواليه تكون عارفة. وهون بنرجع على دور التوعية، انه نحن كمان لما نكون فهمانين الشخص شو عم بيعاني او الشخص لشو عم بيتعرض نحن كمان نقدر يمكن نستوعبه بطريقة اخرى، ونقدر نتفهم كمان انه العلاج صعب ولازمه راحة معينة. مزبوط. اليوم باي 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 كانسر، اللي هي باي مكتوبة مثل باي لما نقول باي لحدا، وأكيد نفهم هون الفكرة، باي بايك اللي هي إنه بالدراجة الهوائية، وباي كانسر كمان اللي منلعبها على الاثنين. شو الحملات اللي عم تفكروا فيها من بعد باي كانسر؟ هلأ بعدنا مركزين على هيدي الحملة، لأنه بعدنا فاتحين باب التبرعات لعشرين نوفمبر، فبعدنا حاطين كل تقلنا على هيدي الحملة تنقدر نكون عم نوصل للهدف تبعنا. احنا وصلنا يمكن 25%، فبعد عايزين دعم وعايزين نكون عم نحمس العالم تقدر تكون عم بالمبلغ اللي قادرين فيه، لو كان شيء بسيط كل دعم بيساعد وبيجمع بالاخر تيكون مبلغ تنقدر نكون عم نوزع فيه أدوية لمرضى السرطان. أكيد بعد جمع التبرعات ماشي، وأنا بدعي كل الأشخاص اللي عبالها تتبرع أو عبالها تعرف أكتر تفوت يا على باي باي كانسر على إنستغرام كلها كلمة واحدة. صح. وكمان فيها تفوت لعندك ليد فنتشرس، وكمان فيها تكون عم بتفوت على باربرا نصار أسوسيشن، هونيك بيقدروا يشوفوا أرقام التبرع، الفند مي، الوش، الأمتي وفند هوب. فند هوب في اللينك موجود بالبايو، وإذا عبالهم يمكن يحكوا معكم كمان بيقدروا يتواصلوا من هونيك يعطوا أفكار. كم شخص تقريبا شارك دكتور بهيدا الحملة؟ الأحد
كان في تقريبا شي 50 شخص هيدي اللي هيدي كانوا كبير معنا كثير نعتبر الصبح بكير والنهار برد ونحن اكيد عم نتعرض لمشاكل صح في عالم فاتت وظهرت يعني من طرابلس بلشنا تقريبا شي 20 او 25 شخص صاروا بالمناطق مزبوط صاروا صح رجعنا بالجبال رجع لقونا عالم اكيد في عالم وقفت لانه مسافه طويله للعالم المش رياضيه كمان منها هين تكون من طرابلس على بيروت ففي عالم رجت لقيتنا بجبال كمان بالاخر يمكن كنا تقريبا شي 50 60 درجه هوائيه وكان في غير العالم اللي لقيتنا على الستوبس بس تتشجعنا وتتحمسنا وهيك تدعمنا بهذا المشروع اكيد كان في حوالي اكثر من 200 شخص على الموزعين بس اللي يحمسونا اكيد شو حلو كمان نربط رياضه بقضيه معينه او بكاز معينه وخاصه لما نكون عم نوعي العالم على شيء معقول يصيب حيالله حدا بعائلته مرته اخته بنته ما حدا بيعرف كمان ولكن هذا المرض ما بنعرف كيف بيصيب العائلة دكتور اليوم بس نحكي عن 50 مشاركة تقريبا قد ايه هذا الشيء يعني عن جد اليوم بيعمل فرق إن كان للتوعية هلا أكيد جمع التبرعات على جنب يمكن بعد في كتير لازم نضل نجمع تبرعات وخاصة لهذه القضية ولكن لما نشوف فيها هالقد تفاعل وعالم عم تجرب تكون يمكن عم بتشارك من خلال الرياضة ومثل ما ذكرت الرياضة منا هينة الطقس منه منيح الأوضاع منا مريحة للأشخاص تشارك ولكن شفنا مشاركة قد ايه هذا الشيء عن جد بيدعم هيدي القضية صح قد ايه هذا الشيء كمان هيك حمسنا انه نحن حمسناهم قدرنا نكون عم نحمسهم نقدر نكون هيك عم نكون اذا بدك اكزامبل انه يكونوا عم يشاركوا معنا لانه من بعد قالوا لنا انه مثل ما قلت لك كنا هيك اكزامبل لهم او هيك حبوا يكونوا عم بيعيشوا شوي اللي عشناه قد ما فرجيناهم شو عشنا خلال هيدا الشهر فهيدا الشيء حلو انه عن جد الواحد يكون عم بيعمل فرق بالمجتمع نقدر نحن نكون عم نغير شوي بالعالم يمكن اللي مش معودين ياخذوا بيسيكلات كمان كان في فور فري بنشكر لبنان باي بايك كانوا عم بيقدموا تأجير البيسيكلات بس فهذا الشيء ساعد كمان انه يكون العالم عن جد عم تتشجع وتجرب هيدا حتى بيروت باي بايك كان عم يدعم القضيه يعني هون بنشوف مش بس جهه معينه اللي عم بتقوم بكل شيء لا كل شخص بيقدر بمحل من المحلات يكون بالطريقه اللي قادر فيها مية اكيد مية. وكمان يعني بنحس اليوم ما حدا منسي وبالرغم من الحرب اللي عم بتصير والقصف وكل شيء في كمان بعض أشخاص عم تهتم بفئة معينة يمكن من المرضى اللي اليوم كمان عم بيكونوا مقصرين بحقهم نوعا ما إن كان من الأدوية من الاهتمام وإلى ما هنالك فعم نشوف كمان في أشخاص عم بتجرب تساعد اليوم أكيد تحية كتير كبيرة لبربرا نصار أسوسيشن لرالف خوري لكمان بيروت باي بايك اللي عملوا كمان هيدا التقدمة وإلى ما هنالك شو أكتر شيء حسيت تحديات واجهتوها يعني بنعرف بلشتوا يمكن ببلاد برا بأوروبا ونقلتوا على لبنان شو التحديات اللي حسيتي مرقتوا فيها من أول ما بلشتوا بهيدي الحملة لما خلصت تقريبا من الحملة هلا هي كان في كتير تحديات أكيد على الطريق 40 يوم منهم هينين أول شيء من ناحية الطقس كان في شتة كتير أول جمعتين كان كتير شتة وهوا بآخر شيء آخر بتوصلنا على تركيا صار شوب صار كتير شوب عشنا الاثنين غير إنه النومات نحنا كان علينا يعني كنا أنا ورالف لوحدنا ما كان معنا فريق فكان علينا كل يوم نقدر نوصل ونكون عم نلاقي نومة نمنا بالخيمة تحت الشتاء بالوحل رجعنا من بعدها كمان نلاقي محل ناكل مرات نقطع بديع ما فيها ما فيها ما فيها محلات ما فيها يعني نقطع فترات طويلة بلا أكل أو بلا نحن عم نعمل حركة يعني صح وهذا غير المجهود اللي كل يوم كل يوم كل يوم تقريبا نعمل 90 كيلومتر هيدي معدل 100 بنوصل أكثر مرات غير التعب الجسدي يعني التعديل التهبت عين التهبت الطنجره تبعه القعدة على الكرسي لفترة طويلة كمان كتير مزبوط اللي بيعمل بيسيكلات بيعرف صح. كمان بنعمل أوقات ساعد بيسيكلات بنحس تعبنا بنحس إجرينا عضلوا فكيف إذا 40 يوم ومناطق صح. وبدنا نقطعهم صح اكيد بدنا نقطعهم وما كان يعني صراحه هو المشي قدام العذاب اللي بتعذبوه مرضى السرطان يعني هذا كان هيك اذا بدك ببالنا على طول انه نحن صح ولا عم نعملهم بس في عالم قبيلنا عم تتوجع اكثر ومجبوره يعني تقطع بهذا العلاج فهذا الشيء هذا بس نحكي عن القضيه كمان اللي يمكن بتشجع او بتعطي دفع تنقوم بهذه الخطوه دائما بنحط يمكن القضيه اللي نحن عم نعملها كرمالها على جنب وبنفكر فيها دائما تنقدر نلاقي الدفع تنكمل صح. دكتور صح نحن حكينا يمكن مايك ومع رالف سابقا عن هدف هذه الحمله واليوم خلينا نرجع نذكر العالم شو كان الهدف بالاساس وهل اليوم وصلتوا يمكن لهذا الهدف
لكن الهدف اكيد اول شيء الجمع تبرعات، بنرجع بنذكر هذا الشيء. نحن بلشنا كان هدفنا نوصل ل 100,000 دولار، نقدر نكون عم نجمع علبة دواء لكل كيلومتر بنكون عم نقطعه. صرنا واصلين ل 25، بعد بدنا نكون عم نجمع اكثر. فاكيد من خلال وش او ام تي وفند هوب اللي موجودين على باي باي كانسر على صفحتنا على انستغرام. والهدف الثاني هو التوعية على الرياضة، اللي هو كمان هذا يمكن جربنا قد ما فينا نكون الأحد هيك عم نشجع عليه ونكون عم نعيشه سوا مع العالم، ونقدر نكون عم مرقنا حتى عن دكتور تعمل رشاش بين سبور والكونسير، سو كمان فدتنا بخبرتها بفرنسا كمان تكون عم نضوي على هذا الموضوع. يعني توعية ورياضة وكمان يعني مساعدة أكيد بجمع التبرعات، فجربته بكل شيء ولقيته الحل، لقيته النتيجة نوعا ما بالآخر. الحمد لله. ولكن أكيد دايما مثل ما بنقول بجمع التبرعات بالمساعدات ما في نهاية، لازم دايما كمان الأشخاص تضل تحكي. ولكن بس ندوي على هذا الموضوع، بعتقد كمان هذا شيء كتير مهم وشيء كتير كبير. نرجع بنذكر كل الأشخاص باي باي كانسر، باي مكتوبة كأنه عم نقول باي بي واي اي، وبايك أكيد بي اي سي كي اي، وكانسر CANCER كلها كلمة واحدة، ما في لا نقط ولا underscore ولا شيء. دكتور بالختام كمان هيك يعني بس نحكي عن حملة بهذا النوع، نعرف انه يمكن في وزارة لازم تكون كمان عم تنتبه، في كمان يمكن مؤسسات معينة لازم تكون عم بتحط ايدها بهيك نوع من الحملات. اليوم لقيته دعم من هيك جهات، وخاصة لما نحكي عن جهات حكومية او عامة. نحن اكيد كانت المشروع برعاية وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، اكيد نشكرهم على الجهود اللي عملوها، نشكر السبونسرز لانه هيك مشروع كمان بيكلف. يعني نحن اوريدي كمان جمعنا قدرنا نقوم فيه، كان عندنا سبونسرز نشكرهم، بايك شوب محمد علي، هابي وول، ألسا وأنتوني يونس، عندنا مولاندور، عندنا كمان كان في كثير او ام تي، سويس دايموند. ايه سويس دايموند صح. يعني كرمال الكوز كمان منيح، هن الايمانوا بالمشروع، جورج سعاده كمان مصمم الازياء، فلو ما هن ايمانوا يمكن ما كنا قدرنا كمان نكون عم نعمل هذا المشروع لانه بيكلف وبده تحضير وبده غراض وبده اكويبمنت. اكيد يعطيكم الف عافيه دكتور. هيك بالختام قبل ما نختم، شو الرساله اللي بتحب توجهيها عبر شاشه تلفزيون لبنان اليوم، خاصه لمرضى السرطان اللي عم بيقطعوا مش بس بتجربه المرض، ولكن كمان عم بيكونوا يمكن نازحين من بيوتهم وعم بيتغير اللوكيشن تبعهم، المستشفى، طريقه العلاج، وعم بيجربوا يتاقلموا قد ما بيقدروا كرمال يكونوا عم بيكملوا العلاج تبعهم؟ انه اكيد بحب اقول لهم انه على طول في امل. نحن كلنا هون بالمجتمع لازم نكون عم ندعم بعض بحيالة طريقة قادرين فيها، فهيدي فترة إن شاء الله تكون مؤقتة وبنرجع بعدين نرجع الحياة لطبيعتها. بدعي العالم الكل اللي تكون عم بتحط إيدها بإيدنا أو بإيد كمان مرضى السرطان، تنقدر نكون عم نأمن لهم هيدا العلاج ونقدر نكون عم نساعدهم حتى بهالظروف الصعبة، لأنه عايزينه وعايزين نكون عم ندعمهم ونقدر نكون عم نأمن لهم الأدوية اللازمة. أكيد مرسي كتير إليك دكتور. ونحن منقول إن شاء الله يعني كل الأشخاص المريضة إن كان بالسرطان وغير سرطان كمان نتمنى لها الشفاء العاجل، لأنه منعرف قدي الحالة النفسية يعني تعبانة من الأساس من كل شيء عم بيصير، فنزيد على هيدا الشيء مرض كمان أكيد هيدا الشيء كتير صعب. ولكل الأشخاص اللي عم بيهتموا كمان بأشخاص مرضى يعطيكم ألف عافية، لأنه كمان هيدا الشيء مش هين. دكتور كمان يعطيكم لكم ألف عافية، لأنه هيدي خطوة كتير حلوة وكتير هيك بتطمن نوعا ما المرضى بطريقة أنه في كمان بعد عالم عم تتطلع فينا وعالم ما مهتمة لأمرنا. فدكتور ليا كلاسي يعطيك ألف عافية، تحية كمان لرالف خوري وكل الأشخاص اللي حطوا إيدهم بهيدي الحملة وعبالهم كمان يكملوا فيها، يعطيكم ألف عافية. Thank you. ميرسي لك. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد فاصل قصير.